مشاهدينا، ولتسلط الضوء أكثر على الجولة الأولى من المحادثات بشأن الوجود العسكري الأمريكي في البلاد واستغلال القوى السياسية والميليشيات لهذا الموقف، معنا من أربيل الباحث في السياسات الاستراتيجية الدكتور كاظم ياور. مساء الخير دكتور. مساء الخيرات، حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا بكم دكتور. ما الغاية من هذا الحوار بين واشنطن وحكومة السوداني، على الرغم أن واشنطن بيّنت أن حكومة بغداد، حكومة السوداني، لم تطلب منها سحب الجيش الأمريكي؟ نعم، شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الطيبة، وحييكم وحيي سادة مشاهديكم الكرام. طبعا بالنسبة لمسألة جدولة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، هذه المسألة يعني يثار في كل حكومات العراقية لأسباب عديدة، ربما أسباب اقتصادية في إحدى الحكومات وكذلك أسباب أمنية في حكومات أخرى. وفي هذه المرحلة هناك أكيد هناك مشاكل إقليمية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وكذلك حرب في غزة، وكذلك مشاكل داخل العراق وسوريا تلقي بظلالها على هذه المسألة من حيث بقاء القوات الأمريكية أو انسحابها من العراق. الكل يعلم أن البرلمان العراقي قبل سنوات من الآن اتخذت قرار بجلاء القوات الأجنبية من العراق، واليوم حكومة السيد السوداني تطالب بعد عمليات أو استهدافات متبادلة ما بين قوات الأمريكية وكذلك فصائل يعني تسمي نفسها في العراق بأنها فصائل المقاومة العراقية تستهدف مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. فوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه من حيث إجراء مباحثات برعاية رئيس الوزراء العراقي مع الجانب الأمريكي في وضع برنامج أو وضع جدولة لانسحاب القوات الأمريكية أو التحالف الدولي من العراق. ولكن يتساءل المراقبون أن حكومة السيد الكاظمي في 2021، الولايات المتحدة الأمريكية على لسان رئيسها جو بايدن عندما أعلن أن قوات الأمريكية في العراق أصبح قوات استشارية، يعني انتهى مهام القتالية. اليوم عجيب والغريب أن الطرفين يعني يعقدان جولات مفاوضات من أجل عقد هكذا مفاوضات، والجانب الأمريكي يعلن على لسان وزير الدفاع الأمريكي أن هذه المفاوضات سوف تؤدي إلى تكوين علاقات ثنائية أمنية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية. إذن هذه يعني ما هي إلا التعريف المعرف أو طيب إيجاد. هنا سؤالي دكتور، هل تريد واشنطن أن تحرج السوداني؟ نعم. في السابق، هل تريد واشنطن أن تحرج السوداني بأنها تقول أن حكومة بغداد لم تطلب منها سحب الجيش الأمريكي؟ طبعا أعلن الجانب الأمريكي والصحف معتبرة أمريكية أن كان هناك من قبل سيد رئيس الوزراء العراقي هكذا دعوات قبيل أن يكون هناك هذه الأحداث التي جرت من استهداف قوات الحشد الشعبي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عدة مرات وعدة مناطق العراقية. ولكن جاءت رد من قبل السيد السوداني بطلب بإنهاء تواجد القوات الأمريكية في العراق. ولكن مؤشرات عندما نقرأ بيان الحكومي اليوم الصادر من مكتب رئيس الوزراء بتأكيدات أن هذه المفاوضات سوف تؤدي إلى إنهاء دور التحالف الدولي وانتقال إلى علاقات ثنائية أمنية وشاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى، مع تأكيد على أن الاتفاقية الاستراتيجية موقعة ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية في 2008 في حكومة سيد المالكي هي قائمة وسارية المفعول. يعني هذه الدلالات وهذه البيانات
تدل على أن الحكومة العراقية في سياساتها الخارجية هي باقية على هذا المنوال. طيب هنا أيضا السؤال، تواجد الأمريكية في العراق هي ضرورة في المنطقة وفي العراق. ولكن السؤال هنا، هل ترى بالفعل أن الأحزاب السياسية في العراق تريد حقيقة إخراج القوات الأمريكية، رغم أنها هي من شرعنت وجود القوات الأمريكية ووقعت كما ذكرتم اتفاقية الإطار الاستراتيجي منذ عام 2008؟ طبعا هناك شقين جواب لهذا السؤال. نرى أن الأحزاب السياسية المتمثلة بالإطار التنسيقي هم يعني يقودهم في جانب الحكومي سيد السوداني، والسيد السوداني أكيد لديه تخويل من قبل أحزاب السياسية خاصة الإطار التنسيقي بالتفاوض مع الجانب الأمريكي. ورأينا أن البيان يعني يؤيد أن يكون هناك علاقات ثنائية شاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية، من ضمنها ما بين القوسين العلاقات الأمنية. ولكن الشق الثاني، هناك فصائل، واليوم رأينا أن إحدى هذه الفصائل، حركة نجباء على سبيل المثال، أصدرت بيان شديدة اللهجة أكيد قصدت بها الحكومة العراقية والمفاوضون في هذا المجال بأن جعلهم أو شبههم بالحالة الأفغانية عندما قالت أن سوف يكون هناك في أيام القادمة حالة مشابهة لأفغانستان، يقصدون بها أن القوات الأمريكية عندما تخلت عن أفغانستان فالحكومة الأفغانية الموالية للأمريكان عندما هربوا مع الجنود الأمريكان إلى خارج أفغانستان. فإذا هناك شقين في هذا المجال. طيب، هناك فصائل مقاومة يستمرون لا يعترفون بهذه الاتفاقيات، بهذه المفاوضات الحكومية الجارية على أرض العراقية. ومع تأكيد الجانب الحكومي، اليوم رأينا السيد السوداني أكد على أن حماية المستشارين في العراق جميع الجنسيات. طيب، سوف تكون على مسؤولية الحكومة العراقية أثناء هذه الفترة. هذا من جانب الميليشيات والحكومة، ولكن على الجانب الآخر دكتور كاظم، على الجانب الآخر، هل يمكن لأمريكا أن تفرط بكل بساطة بوجودها في العراق وتترك الميليشيات لتهدد مصالحها داخل العراق؟ ماذا عن التفويض المعطى من الكونغرس للرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدخل في العراق من حماية المصالح الأمريكية وحماية كذلك الجنود الأمريكان الموجودين في العراق، سواء كانوا قوات قتالية أو مستشارين؟ طبعا أنا عندما أشرت لجانب مهم في بيان الحكومي، التأكيد على اتفاقية الاستراتيجية 2008، يوجد فيها كل هذه ما تفضلتم في هذه الأمور، حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، استراتيجية الأمريكية يعني مصالحها في العراق وفي المنطقة، يعني لا يكون إلا عن طريق بقاء هكذا قوات بشكل أو بآخر في العراق لحماية كل هذه الاستراتيجيات الأمريكية المتواجدة في العراق وكذلك في المنطقة. هنا لابد أن نقف على مسألة معينة. نعم. هناك التقييم من قبل الحكومة العراقية ومعنيين أمنيين العراقيين، هم ينظرون إلى هذه المسألة من زاوية فقط محاربة داعش، هل أن داعش بقي أو لم يبقى. ولكن الأمريكان إضافة إلى هذه الرؤية، الداعش وغير داعش، هم ينظرون إلى أمور أخرى. مثلا هم يقيمون أن ضربات لمطارات العراقية وبعثات الدبلوماسية وكذلك قوات الأمريكية، يعتبرون كل هذه الهجمات ويسمونها بالهجمات الإرهابية. إذن هم يعتقدون أن قدرات القوات العراقية لحد اليوم ليست في هذه المستوى، والدليل على أرض الواقع هناك استهدافات لمصالح العراقية، إقليم كردستان العراق. نعم. رأينا قبل يومين ضرب يعني مصالح اقتصادية
في منطقة سليمانية وانقطاع التيار الكهربائي وحق الغاز كورومور، كل هذه هي تقييمات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لقدرات القوات العراقية والحالة في السنجار، كل هذه معطيات يعطي إشارات من جانب الأمريكان للمعنيين العراقيين أن القوات العراقية لربما بحاجة ماسة إلى وجود مستشارين القوات الأمريكية في العراق. من أربيل الباحث في السياسات الاستراتيجية الدكتور كاظم ياور، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.